السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا حكايات أميرة. حكايات أميرة، الأول عايزة أرحب بكل السادة المشاهدين لقناة الصحة والجمال. برحب بيكم، أعرفكم بنفسي في الأول، أميرة القطري. هنتكلم معاكم هنا في البرنامج عن كل حاجة وأي حاجة. هنتكلم عن التجميل، هنتكلم عن السياسة، هنتكلم عن الفن، هنتكلم عن الأدب، هيكون معانا كمان فقرة عايز حقي، هيكون معانا استغاثة. أي موضوع يخص الشارع، يخص الناس، يخصكم، أكيد هنقدر نتكلم فيه. هيكون في تواصل معايا من خلال صفحتي الشخصية أميرة القطري بالعربي. أي حد عنده شكوى، أي حد عنده مشروع وعايز يعلن عنه، الأساسي طبعا بتاعي للي ما يعرفنيش بنت بميت راجل، هيكون معانا طبعا ده النصيب الأكبر في البرنامج. هيكون معانا حكايات بنات وستات نجحوا واجتهدوا وكبروا في بنت بميت راجل، دي هتكون فقرة مخصصة من فقرات برامجنا. كمان هيكون معانا حاجات عن الطبخ بما اننا ستات، هيكون معانا استغاثات زي ما قلنا، هتكون ان شاء الله فقرات متنوعة. يا رب يا رب تعجبكم، واقدر كده اكون عند حسن ظنكم. تاني هقول ان التواصل من خلال صفحتي الشخصيه اميره القطري بالعربي. وهنروح لاول فقره من فقرات برنامجنا النهارده، فقره بنت ميت راجل. هي هتبقى فقره واحده النهارده بس، ان شاء الله بنوعدكم المره الجايه تبقى في فقرات اكبر واكتر. هنطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. وزي ما قلت لكم فقرة بنت بميت راجل ضفتي فيها النهاردة الأستاذة إيمان محمد. أهلا وسهلا بيكي يا إيمان. حضرتك ازيك؟ عرفينا بنفسك يا إيمان. أنا إيمان، ربة منزل، ماما لبنتين سلمى وسارة. بس عندي جروب أونلاين. قولي لي يا إيمان، عندك جروب أونلاين، ابتديتي إزاي وجبتي فيه الفكرة؟ الأول أنتي منفصلة. منفصلة منفصلة، ابتديتي إزاي الفكرة؟ الفكرة جت بعد الانفصال على طول. في الأول كنت طبعا كأي في أي الوضع المادي بعد الانفصال على طول ابتدى يعني يقل. في دحضرة كده، تمام. فابتديت مش عايزة اعتمد على حد بصراحة. ابتديت اشتغلت في مطعم بي بي سيتر وكده. لقيت الوضع ما ينفعش حد يتحكم فيا يعني، او المواعيد مش هتبقى ملائمه لبناتي وكده. فجت انت لي اشتغلتي في الاول بيبي سيتر في مطعم، في مطعم يعني ما قعدتش، ما استنتش، ما قالتش حد يديني عشان اصرف على بناتي، ابتدت تشتغل. وعلى الرغم انها شايفه ان الشغل ما كانش ملائم ليها او مناسب ليها، بس اشتغلت عشان يبقى اي حاجه اشتغل بيها واجيب فلوس لبيتي ولولادي. بس فجت الفكرة ان واحدة صاحبتي اخوها بيبيع ملابس، فعرضت عليا بتقولي ايه رأيك ما تاخدي وبتاع. فخدت الموضوع على اساس ان هو مش هيبقى ماشي معايا ما صح، كانش عندك امل ان ما انا كانش عندي الحاجه امل ديت ممكن تكبرني خالص او تعمل مني حاجه او خالص تساعدني في حاجه اصلا؟ يعني بصي، خدت الموضوع كده فعرضت على اصحابي الاول. بعد كده اصحابي ابتدوا يقولوا لي ما شاء الله حلو، هاتي هاتي هاتي. فجم برضو ليا اصحاب كانوا لسه اونلاين وكده. فواحدة صاحبتي اسمها ندى نزلت بوست بظروفها كده على جروب كبير، جروب المطبخ، واللي اشادت بيه برضو مدام سارة رشاد، بشكرها جدا هي وندى. نزلوا فالإسدال ده هو كان سعره بسيط، إسدال، إسدال فإسدال صالة صلاة، عادي، إسدال صلاة إسدال صالة عادي، وحد خده وعجبه 45 جنيه. 45 جنيه. فكان سعر بالنسبة للناس ده ايه ده، السعر ده انت جايباه ازاي ومنين؟ فما شاء الله نزلت بعد كده اوبن داي، ابتدى بقى اسمي يبتدي ينور. وطبعا يعني الحمد لله اول حاجه ابتديناها مع الناس هي كان في ثقه بيني وبينهم، اللي هو الثقة دي جت من ان حد خد منك حاجة وعجبته فابتدى يشكر فيها، ولا الثقة ديت عشان انتي بتقدمي خدمة وماتيريال انا بقدم اكيد الماتيريال مختلف؟ كويس وكل حاجه، وفي نفس الوقت السعر على قد الايد. يعني السعر 45 جنيه
كان دخلت عيد ام، فكان متاح بقى في ايد كل حد، صاحب حماتك خالتك مامتك. طب قولي لي من هي الماتريال بتاعته كده اللي هو زي ما بنقول كده كانت على قد فلوسه لا ولا هي هو فعلا كان كانت حلو حلوة؟ جدا، لا كان حلو، هو مش كان حاجه وحشه، هو كان اسدال جميل وكل حاجه، بس كان مصنع بيقفل او كان شغل مصنع، فكان عنده زي بواقي او مش بواقي يعني، كان بيقفله فعرضوا عليا بس، حلو. فمن هنا بقى جت الفكره، والاسم ابتدى يلمع الحمد لله، وابتدى الجروب بتاعي يلمع ويكبر يوم ورا يوم لحد ما وصلت الحمد لله يعني للاسم. يا جماعة البنوتة ابتدت بإسدال صلاة ب 45 جنيه، اللي هو مكسبها فيه أصلا هيكون كام؟ كان 5 جنيه. 5 جنيه. يعني كل الفيلم اللي هي ابتدته كانت بتدور على مكسب 5 جنيه في الأول، اللي هو يا جماعة والنبي بلاش إن أنا أقول هو أنا هيجيلي كام يعني، طب لأ مش هيجيب همها فأنا هقعد، اصل انا لو ابتديت المشوار ده او ابتديت المشروع ده اصله مش هيجيب لي حاجه، هكسب منه كام؟ هو حاجه صغيره هنبتدي بيها وهنكبر مره ورا مره، وحركه دي خطوه حقيقة، ورا خطوه هتلاقي دي الدنيا حقيقة، اتظبطت. دي حقيقة. وبعدين كمان أنا ابتديت بقى أكبر في نفسي شوية، أتعامل مع تجار، أسافر، سافرت، بقيت أسافر أجيب شغل وكلام من ده، لحد ما الشغل ابتدى، هو من بعد بقى ما بقى في ثقة بيني وبين ابتديتي التجار، تكبري. هما اللي بقوا يبعتوا لي الشغل لحد البيت، يعني ما كنتش أنا ما كنتش بسافر، حلو، خلاص الحمد لله دلوقتي الشغل يوميا بيجي لي لحد بيجي لك البيت، لحد بيتك وانت لحد ما البيت. بتدوريش بقى لا تسافري تاني ولا كده. لا 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 خلاص، ووفقتي ازاي ما بين البيت؟ انت بتقولي ان انت منفصله اصلا، يعني ما فيش حتى الراجل اللي احنا بنتسند عليه او بنبقى هو السند في العمل دوت هو ربنا، يعني ده ربنا قبل اي حد. انا شغلي في بيتي اونلاين في البيت، فبستقبل الناس عندي في البيت، فمكان شغلي هو مكان البيت عندي، فمش بقصر في شيء مع طب بناتي، والناس ما بتقلقش انها تجيلك البيت؟ لا خالص خالص خالص، عشان سمعتك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بيقول لحد البيت وناس مساوياتهم بسم الله ما شاء الله، يعني بجد الشغل ده عرفنا على ناس كتير جدا 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 مستواها عالي جدا جدا جدا، حلو، الحمد لله ابتدى ان انت تجيلك الحاجة تجيلك لحد بيتك. لحد البيت. وكان في الفترة اللي قبل ما تجيلك الحاجة لحد البيت دي كنت ولادك كنت بسافر، بتعملي ايه؟ كنت والله بصراحة يعني هو ربنا كان بيرعاهم، لأن الإنسان بدام حاطط يعني في دماغه هدف وماشي بما يرضي الله ربنا بيحميهم. انا كنت دايما اسافر هما نايمين، يعني كنت اسهر بالليل عشان ما يناموش، عشان لو ناموا بالليل هيصحوا مثلا يقلقوا بقى وانا مسافره، فكنت بدنيني صاحيه عشان هما يفضلوا صاحيين فيناموا في الفتره اللي انا يعني مسافره تخليهم فيها نايمين طول الليل، سهرانين طول سهرانين، الليل عشان يبتدوا علشان يتعبوا تقدري فيناموا ان انت ما يعملوش الوقت اي اللي انت فيه في بره. بالظبط. حلو. فكنت مثلا بيجي الفجر، كنت بسافر الفجر بالظبط في عز الشتاء، كنت بسافر بالقطر، وكانت البنات عندي ربنا يحميهم ربنا يحفظهم طبعا، لان ربنا عالم بالحال وعارف ان انا ماشيه بما يرضي الله، فكان بيحميهم ويحفظهم لحد ما برجع. كنت بسافر القنطره اجيب شغل، وكنت تعبت جدا جدا، النجاح مش بيجي بسهوله، النجاح بيجي بعد تعب واجتهاد. طب قولي لي، ما انا شفت ليكي فيديو كنتي طالعه بتعيطي فيه، حد كان ضايقك وقال لك كلمه؟ عايزين نعرف احباطات الناس اللي يا جماعه انتوا لا بترحموا ولا بتسيبوا دي رحمه ربنا حقيقة. تنزل. البنت كان ليها فيديو هسيبها تحكي عنه، واحكي لنا كان الموضوع جه معاكي ازاي بتاع الفيديو ده والضجه الكبيره اللي كانت حصلت عليه. كان بوست عادي منزلاه بهزار على الجروب بتاعي، فكاتبه ان انا مام، انا امي يعني مش مخي يعني بهزار كده، واخده ان انا امي مش نافعه او حاجه مش فاكره، يعني ان انا مش بودي عيالي المدرسه، كنوع من انواع الهزار يعني. فلقيت بقى ده حد دخل لي هو على انت ما الخاص، بتوديش ولادك المدرسه اللي هم ما بيحضروش مش المدرسه؟ بيحضروا مش ان بس، هم ما بيتعلموش، هم بس ما بس بيحضروش لكن المدرسه. هم في دروس الحمد لله. سلمى كمان برضو بعد اذنك بحب ابارك لها واشكرها، سلمى بنتي ما شاء الله طالعه ما شاء الله ناجحه وطالعه متفوقين الحمد لله. مبروك يا سلمى. مبروك يا سلمى حبيبتي. فانا كنت بقول الموضوع كهزار، ان انا مش بوديهم، انا امي كسلانه، انا امي مش عارفه ايه. فدخل لي حد على الخاص، ما كانتش تعرف ان انا مطلقه، دخلت قعدت تدعي عليا، وانتي هيدعوا عليكي والفلوس مش كل حاجه، واللي واللي واللي، خلتني انهارت. ففي اليوم ده كنت بسلم اوردرات في ديار بنفسي، ورجعت طبعا لما شفت الكلام ده، فطلعت قلت لا، قلت لها اما عيالي هيدعوا عليا وانا بتعب عشانهم، يبقى انا يعني ازاي، يعني بجد ازاي. حبيبتي انت المفروض ولادك هيشيلوكي فوق راسهم، المفروض ان انا استنى الدعم ده هيشيلوكي من فوق راسهم. بس سيبك بقى من كلام الناس،
اللي هتيجي تقول لك انت ما بتوديش ولادك، انت مقصره مع اولادك. يا جماعه البنت بتعمل اللي عليها وزياده شويتين ثلاثه، بتعمل اللي عليها عشان خاطر انها تساعد ولادها. هي عندها بنتين، فهي بالنسبه لهم ام واب. هي حقيقي ست بمية راجل، ده حقيقي. ما استنتش، ما دورتش على حد يجي يقول لها خدي، ما قالتش لحد ساعدني، لا لا اخ لا ولا لا اخت ولا اي حد من فعلا الناس دي. انا بيجي لي الاف الرسائل كل يوم، ناس بتقول لي انا مطلقه وساعديني، انا مطلقه وشوفي لي شغل. البنت ما استنتش شغل من حد ونزلت واشتغلت. انا حقيقي بشكرك تسلمي يا بجد حبيبتي، والله تسلمي العظيم. يا رب، تسلمي. قولي لي امين، صدقني حد كان ضد ان انت تشتغلي؟ طبعا انا عارفه الاحباطات، بس حد كان ضد ان انت تشتغلي من اهلك؟ لا، لان هما بصراحه لا، يعني هما كانوا بالعكس كانوا داعميني ان انت ما دام انت ماشيه صح تمام. لكن بقى في القيود اللي هي بتاعت انت مطلقه، ما ينفعش، مش عارفه ايه، ما ينفع، فاهمه انت الروتين العائلي ده، اللي هو مش ينفع تنزلي، مش ينفع تروحي، مش ينفع تعملي، انت مطلقه، انت مطلقه. فالكلمه بتاعت انت مطلقه دي بصراحه كنت الاول بتقلقني جدا وبترهقني، تخليني اعيط، تخليني ازعل، بتخلي الموضوع معايا بيقلب بقى بنكد. وممكن جت في ايام قفلت الجروب، فلقيت لا بصراحه كلام الناس، قلت لا، ما دام بيني وبين ربنا بعمل اللي بما يرضي الله، خلاص يبقى كلام الناس ده ما يهمنيش في حاجه، فلا خلاص. قولي لي بقى، بتبيعي ايه اصلا بقى على الجروب؟ نيجي على حته الشغل بقى شويه، ببيع كل حاجة، بتبيعي ايه؟ كل حاجة تتخيليها، من الإبر للصاروخ. يعني ببيع ملابس رجالي، حريمي، أطفال، ببيع مفروشات، بالدرجة الزبدة البلدي ببيعها برضو، أي الزبده حاجة. البلدي الاكل يعني، انت مش متخصصه ان انا لا اجيب مثلا هدوم، او الجروب بتاعي ده بتاع هدوم بس؟ لا لا لا، هو بصي أنا أي اي حاجة، حاجه بتتباع بتبيع. أي حاجة بتتباع، والحمد لله جروبي مسمع إن أسعاري كويسة، دي الميزة. يعني الجروب يا جماعة بتاعها اسمه لقطة، نازل نقطة معانا على الشاشة، جروب لقطة، ادخلوا وشوفوا الدنيا فيها ايه. انا شايفة انها يعني دماغها عجباني بصراحة، الدماغ ان انا ابيع اي حاجة، حتى فكرة ان انا هبيع زبدة وهبيع هدوم، هبيع كل حاجة، بعت كل حاجة. جيت اشتغلت فترة في السمسرة، سمسرة الشقق والعقارات، سمسرة 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 ايوه ماشي. اشتغلت في كل حاجة تتخيليها. ها لحد الحمد، يعني لحد ما الواحد بقى فيه ثقة متبادلة بيني وبين العملاء، بس تعالي لدرجة بقى على حته السمسره دي، عشان انا بصراحه بحاول اعديها بس مش قادره اعديها. لا مش مش هعديها، قادره خالص. امسكي فيها شوية. قولي لي حته السمسره دي، ان انت تنزلي وتروحي مع حد تغذيه، توري له الشقه في المكان الفلاني بيبقى وننزل هنا. الاغلبيه معارف، مش سمسره بمعنى سمسره، ولكن اغلبيه معارف. يعني مثلا انا عندي شقه ايمان، لو تعرفي حد ياجرها فانزل معاه، حد عنده حته ارض فاروح معاهم الموقع نفسه لحد ما يشوفوا المعاينه بعينيهم. يعني في سياق المعارف. اقسم بالله دي ب100 راجل بجد والله العظيم، يعني الكلام ده انا مش بقوله كده، لا حقيقي الست دي ست ب100 راجل تسلمي بجد لي، يعني. تسلمي لي حبيبتي يا رب. تمام بقى، وغير السمسره ايه تاني اللي اشتغلتي فيه؟ ما كفايه بقى ده عندي كفايه. قناه على اليوتيوب برضو، دي من ضمن الحاجات اللي انا عملتها على اساس حاجه بتسند مع حاجه. طبعا دي مرهقه جدا 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 فوق ما تتخيلي. دي قناه على اليوتيوب، دي بتعرضي فيها ايه؟ اكل، اكل واعاده اكل تدوير، دي بقى، اللي هي بتعملي طبخ. اكل بتوري الناس طريقه الاكل، ولا انت طبخ، 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 طرق جديده للطبخ، اعاده تدوير. يعني انت كمان شاطره في البيت؟ الحمد لله، الحمد لله. ده ايه الفراغ ده؟ فراغ. ده ايه الفراغ ده؟ الناس بتقول لي انت بتجيبي وقت منين ده كله؟ ايوه، ما هو ده اللي والله انا عايزه العظيم. اسالك عليه، انت ازاي بتوفقي ما بين ان انا يبقى عندي ناس واوردرات واسلم اوردرات، ويبقى عندي ناس اطلب اوردرات او اطلب بضاعه جديده اجيبها واسلم الناس ديت، واشوف بيتي، وكمان اعمل فيديوهات اكل وفي صمص. يعني فيديوهات الاكل ديت عشان تصوري مثلا فيديو، فتقعدي تظبطي الحاجه وتظبطي الكاميرا، وبعد كده مثلا في حاجه بتاخد وقت فتعملي بقى البرنامج تلميه تاني على بعضه، التقطيع اللي انت قطعتيه انت بيجيلك وصورتيه. بقى يعني فلوس من الفيديوهات ديت؟ لسه والله القناه بتاعتي المفروض في المراجعه ان شاء الله ربنا ييسر كده، وعدد المشتركين يوصلوا العدد اللي هو محدد، وهبتدي بامر لا الله. طب قولي للناس بقى القناة بتاعتك اسمها ايه على مطبخ اليوتيوب؟ ايمو على اليوتيوب. طيب يا جماعة، احنا عايزين نساعد ايمان بقى في الحتة دي، الدعم بتاع المصريين بقى والقوة بتاعتهم، عايزين ندخل على القناة بتاعتها على اليوتيوب مطبخ ايمو، وشوفوا ايمو بتعمل ايه. هيلاقي وصفات حلوة جدا.
يعني حلو. عملت وصفات حلوة قوي قوي قوي، ووصفات ما كانش لسه حد عارفها. يعني من ضمن الوصفات اللي جابت معايا برضو وعلمت جدا معايا تحويل الجبنة القريش لموزاريلا، دي جت فكرة بطريقة كده بسيطة فجربتها طلعت حلوة جدا وناجحة جدا وموفرة جدا برضو. حلو. هو يعني انا مشافتي بصراحه واقول لك ان انا شاطره في المطبخ ده الصراحه يعني، بس حلو. برج الأسد، فبرج الأسد ده تحس ان هو 7 في 1 ما شاء الله. قطط ب7 أرباع. لا برافو عليكي يا امان، بجد نموذج مشرف. الله يخليك يا حبيبتي. طيب هو انا عايزه احاول ان احنا فاتحين تليفونات يا جماعه، في ارقام معاكم على الشاشه هتنزل دلوقتي، الناس اللي حابه تتواصل مع ايمان، حابه تكلم ايمان تقول لها رأيها في شغلها، عايزة تدعمها، لو في ناس عايزة تحبطها مفيش مشاكل، وبرضه بلاش مش هيبقى في الإحباط، إحباط، بلاش بلاش. مفيش حد هيبقى في إحباط أصلا معانا إن شاء الله. إن أنتي شاء بنت الله راجل بقى الله دايما. يخليك يا أميرة. تسلمي قولي يا لي من حبيبتي، اتفضلي. أحلامك إيه؟ أنا والله بصي أحلامي وطموحي عشان بناتي مش علشان نفسي، أنا قلتها كذا مرة، أحلامي وطموحي لبناتي مش لنفسي. يعني إن كان على نفسي مش هتعب 10% من التعب اللي بتعبه، على الأقل هنام طبيعي. أنا حلمي إن أنا أشوف بناتي دول حاجة كويسة، كويسين متميزين، بس وغير أي حاجة بعد كده ما مش حلم خاص ليا، ليهم هم. حاسه في وقت كده بيجيلك ان انتي ندم على الانفصال مثلا؟ لا لا لا، هو الانفصال لما يكون جاي صح ما بقاش في ندم، ما بقاش في ندم، خاصة ان انتي بعد كده بتبقي ممكن في الأول بتزعلي بتاع، وبعد كده خلاص بس انتي وزوجك انا عارفه ان انتوا انفصلتوا بشياكة، جدا يعني كان الموضوع لطيف و جدا، وبيكلمني وبكلمه وبيكلم بناته، وعمري في حياتي ما منعتهم عنه او قلت لهم بابا ايا كان الاسباب، ابدا ابدا ابدا. هو يشهد بالكلام ده، وزي ما انا دايما بقول في حقه كلام كويس وكده، هو نفس القصه الحمد لله. يعني يا جماعة الانفصال مش معناه ان احنا نطلع كل واحد يعض في التاني، مش معناه ان كل واحد يطلع دي وحشة دي بتعمل، ده امكو هي اللي خلتني اسيبكو، وامكو هي اللي خلتني ارميكو، وهي ده ابوكو وحش هو اللي عمل فيكو كده. لا 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 هي خالص خرجت خالص. بشياكة، خرجت باسلوب لطيف، بيكلموا بعض يعني، هي بتكلمه وهو بيكلمها، بيتابع بناته وهي بتشتكي له لو في حاجة عملها أو طبعا كلام طبعا عملوها أو طبعا كلام من ده. طبعا يعني الراجل هو دوره، الراجل راجل يا جماعة، مش معنى إن أنا بنت بميت راجل ومعناها إن أنا كده بلغي الراجل، الراجل راجل، الراجل في البيت هو راجل، إحنا انا محتاجين على له فكرة مش لازم بوجوده هو لا، بس انا دعم. ساعات طبعا انا ساعات لما اكون مثلا زعلانه منهم في حاجه فاتصل عليه اقول له حصل كذا كذا كذا، فهو بقى بيتصل. هما بناتي بيحبوه بطريقه رهيبه، برغم ان بنتي الصغيره ما شافتهوش خالص، ترى بنتي ما شافتش باباها، لكن شافته على الـ يعني بيتكلموا على الماسنجر وكده، بس بيحبوه جدا وبيحترموه جدا جدا جدا، وفي اي ربنا حاجه يخليهم بشتكي لك يا له امان، بجد بيحاول ان هو. بنشكرك تسلمي وبجد يا حبيبي، نورتينا، الله يخليك يا ونموذج حبيبي. لبنت 100 راجل حقيقي، بنت 100 راجل سند لبنتها ولبناتها وسند لاهلها وسند في حياتها، بنت 100 راجل نموذج مشرف. ودي فقره من فقرات برنامج حكايه اميره، وهنشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.